عمونا انت فاهمه الحياه غلط. اهم شيء بالدنيا مو الرجال، اهم شيء شهادتك. كم من قال لك شهادتك مو مهم؟ طبعا شهادتك مهمه، ما حد قال لك. وسامحتك شنو؟ ماجستير هندسه حاسبات واستاذه بالجامعه. عشان تبدين تسوين عند اهلك انت؟ تبدين تتخرجين، تبدين تشتغلين، تبدين تاخذين ماجستير، تبدين تاخذين دكتوره، ووراها هم راح تتزوجين، هم راح تدورين لك على رجال وتقولي لا لا يابا، وين هاي تمشي الامور؟ وتش ما كان انت هو لو ما الناس كلها كانت لروحها على الرجال والناس كلها كانت لروحها على المرأة، كان ما صار آدم وحواء. إلا عندكم نقاش في هذه الأمور، أنصحكم تناقشون أبو خيمة الزرقاء اللي هو رب العالمين اللي خلقكم. صدقوني شو على من المراكز التجميلية، رايحات رادات، رادات رايحات، رايحات رادات، حركتن الشعرات، الحواجب طيحتنهم، الشفايف نفختنهم، الخدود هيجي، الوجه يتجعل، كان ما تبدا الرجال عليها. مثل وحدة تقعد بباب بيتها، وتقعدين ببيت شنو والسكتة ما اشوف بيها معنى والله انا غير الهنقمه.